هل حسمت المواجهه؟ الكلام فيه وجهتين نظر، زي ما انت بتفكر ازاي هتستقبل نادي الترجي يوم الجمعه اللي جايه في القاهره، حساباتك للمباراه، هم كمان الحقيقه بيفكروا وبينظروا للمباراه من وجهه نظر الى حد كبير اكيد مختلفه عننا. معنا واحد من نجوم الترجي التونسي السابقين طبعا، ونجم منتخب تونس السابق، كابتن احمد حامي، معانا مباشره من اسطنبول، ولكنه طبعا بالتاكيد تابع اللقاء وهنتكلم معاه على المواجهتين، سواء المواجهه اللي حصلت وجرت بالامس في تونس او المواجهه المنتظره ان شاء الله بين الكبار الاهلي والترجي في القاهره. يا كابتن احمد، مساء الخير وهارد لك. مساء النور ومبروك الفوز وشكرا على الدعوه لقناه الاهلي. اهلا بيك. يعني قبل ما اروح للي جاي، ازاي شفت لقاء امبارح؟ وهل كانت خساره الرجاء بسكور تقيل قدام النادي الاهلي هي ملخص لمرحله من عدم الاستقرار عانى منها الترجي محليا وافريقيا في الفتره الاخيره من وجهه نظرك؟ والله هذا اكيد، يعني الفتره الاخيره الترجي الرياضي التونسي كان يمر بفتره صعبه شويه، خاصه يعني في الاصابات وخاصه في العقوبه المسلطه الاخيره من الكاف بعدم حضور الجماهير. نفس الشيء في الدوري التونسي، كان الترجي الرياضي التونسي اللزنامه بتاعت الدوري كانت صعبه على الفريق، وكان في يعني صعب عند اللاعبين، وهذا اللي اثر على المباراه ضد الاهلي. من يقود الترجي امام الاهلي في القاهره؟ في انباء عن استقاله الكابتن الكبير نبيل معلول من تدريب الترجي، في كلام عن اقالته من قبل الاداره. برايك ايه في القصه دي، او معلوماتك ايه بدايه عن القصه، وهل تفضل ان تتغير الاداره الفنيه للترجي قبل مواجهه الاهلي في القاهره؟ والله هو رسميا بعد التدوين على الفيسبوك المدرب نبيل معلول رسميا استقال من تدريب الترجي الرياضي التونسي. حاليا ما فيش اخبار جديده يعني في مباراه الاياب، اكيد الترجي الرياضي التونسي في مدربين حيكونوا موجودين وابناء النادي حيكونوا موجودين. المباراه هذه مباراه مش دافعه على الوان الفريق وعلى تاريخ الفريق. صحيح الهزيمة في مباراة الذهاب يعني 3-0 هزيمة ثقيلة، يعني خاصة الترجي الرياضي التونسي يعني اسم كبير في افريقيا، لكن ديما نرجع فما اسباب يعني وظروف عاشها الترجي الرياضي التونسي في الفترة الأخيرة خلات يعني النتيجة هذه لنادي الأهلي المصري. أسباب الخسارة امبارح إيه يا كابتن أحمد من وجهة نظرك؟ يعني ليه العرض الباهت وليه النتيجة التقيلة؟ حتى وان كانت امام الاهلي المصري عملاق القاره الافريقيه بدون شك، لكن في النهايه انه الترجي يخسر على ملعبه، اعتقد دي النتيجه الاكبر في تاريخ الترجي اللي بيخسر بيها على ملعبه. الاسباب كانت ايه من وجهه نظرك؟ هل هي القياده الفنيه نبيل معلول؟ هل غياب النجوم؟ ولا هل كما حملت بعض الصحف التونسيه المسؤوليه في الخساره لحارس مرمى الترجي بالامس؟ هي اسباب من اول الموسم، أسباب من أول موسم، يعني أول حاجة الاختيارات اللاعبين المحترفين، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية الإصابات اللي صارت في النادي، وكيف ما حكيت من أول الرزنامة في الدوري التونسي، يعني اللاعبين ما كانوش مرتاحين بدنيا وهذا اللي أثر على الفريق. صحيح المدرب عنده دور كبير يعني في الهزيمة هذه وفي النتائج السلبية نجم نقوله، خاصة في الدوري التونسي يعني اثنين هزائم يعني متتاليه، وهذا ما يصيرش في فريق بقيمه الترجي الرياضي التونسي. لكن الترجي دائما فريق كبير ويرجع يقف على ساقيه، ويعني الفريق الكبير يمرض وما يموتش. اكيد طبعا، بالتاكيد هي مجرد كبوه، ويظل الترجي واحد من كبار قاره افريقيا وكبار تونس بالتاكيد. نظرتهم او نظرتك انت لماتش الجمعه اللي جاي ايه؟ يعني هل شايف انه الامور حسمت وانه الاهلي هيؤدي 90 دقيقة يعني بأقل مجهود عشان يصل للمباراة النهائية، ولا من المتوقع أنه الترجي يدافع عن حظوظه؟ تصريحات مدرب الترجي امبارح ناصر داوود بيقول أنه الترجي هيجي القاهرة عشان يدافع عن حظوظه في التأهل، هل السيناريو ده وارد من وجهة نظرك؟ يعني الحقيقة نكونوا واقعيين، في مباراة كرة قدم خاصة ضد الأهلي في مصر يعني صعب العودة، خاصة بالمستوى اللي شفناه في الترجي الرياضي التونسي.
وباللاعبين الموجودين حاليا في الترجي الرياضي التونسي، لكن دائما مش تكون ثم ردة فعل قوية من اللاعبين. وهو انت تعرف يعني اللاعب عنده الروح بتاعه لازم تكون موجودة في الميدان، ورد الاعتبار للفريق خاصة اللي انت مش تدافع على الوان الفريق، عنده تاريخ في قيمة الترجي الرياضي التونسي. والفترة هذه مش تكون يعني فترة انتقالية في الترجي الرياضي التونسي، مش تكون ثم كثير تغييرات ان شاء الله. رأيك في الأربع فرق اللي تأهلت للمربع الذهبي، وهل بتشوف إن هم الأفضل حاليا على مستوى قارة أفريقيا؟ هذا أكيد، يعني أربع فرق في النصف النهائي يعني من أحسن الفرق حاليا في أفريقيا، وكل فريق عنده نقاط ضعف وعنده نقاط قوة، لكن دائما يعني الحقيقة يعني الأهلي بعد الفترة، وإحنا شفنا حتى الأهلي في الفترة بتاعت المجموعات مر بفترة فراغ لكن بعدين رجع يعني بقوة. الترجي الرياضي التونسي الفترة الفراغ طولت لأسباب اللي حكينا فيها من الأول، لكن الفرق الثانية مثل الوداد ومثل سان داونز الجنوب أفريقي فرق محترمة جدا، والفرق هذوما يعني الحقيقة يعني هم المسيطرين على أفريقيا. مين ترشح للفوز النهارده، الوداد ولا سان داونز؟ أنا برشح سان داونز، سان داونز طرف في النهائي. هذا حسب يعني اللي شفته في الفريق، هذا فريق محترم جدا وفريق يعني قوي متكامل، شفناه يعني حتى في المباريات حتى في دوري المجموعات مع الأهلي أو مع الفرق اللي لعب ضدهم، يعني فريق محترم جدا. الأهلي ولا سان داونز من وجهة نظرك الأقدر والأقرب للقب البطولة؟ الحقيقة أنا بتمنى فريق عربي، وعندي علاقات يعني محترمة جدا في مصر وعندي أصدقاء في مصر، وبتمنى بشوف الأهلي هو في كأس أفريقيا بياخد كأس. كل الشكر ليك كابتن أحمد حامي، نجم منتخب تونس ونادي الترجي السابق، وكل التوفيق للترجي أن يرجع كبير كما تعودناه وكما عهدناه، دائما واحد من كبار قارة أفريقيا.